كغيرها من المحافظات العراقية، أكدت محافظة المثنى رفضها الفساد الحكومي في العراق، إذ أكد المتظاهرون استمرارهم بالتظاهر والإضراب عن الدوام حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين برحيل الأحزاب الفاسدة. الكوادر الصحية في المثنى نظمت مسيرة حاشدة في المحافظة دعماً للمتظاهرين وتأييداً لمطالبهم بإسقاط النظام. اليوم الصحة بأجمعها مظاهرة حاشدة جماهيرية تعبر عن المعاناة الوطن وتريد تغيير نحو واقع جديد وحكومة جديدة. هذا الوضع الحالي ما يعجب ولا يقبل به أي شخص. تستمر الملاكات الطبية والصحية والتمريضية تضامناً مع أبناء الشعب العراقي من أجل الحقوق والمطالب التي نادى بها أبناء هذا الشعب المظلوم من أجل إحقاق الحق وإرجاعه كوطن يحفظ كرامة وتلبية مطالب حقوق هذا أبناء الشعب. الكوادر الصحية أوصلت رسالة إلى الحكومة بأنها مستمرة بالتظاهر والإضراب حتى تحقيق مطالب الثورة. هذه التظاهرة هي رسالة قوية وواضحة بمساندة الشارع المتظاهر وخصوصا من ساحة التحرير، وبأنه احنا مستمرين بهذا التظاهر لحين الإصلاح، ولن يهدأ هذا الشارع. ومثل ما جنابك سمعت انه الجمعة القادمة كذلك توجد تظاهرة موحدة لهذه النقابات خصوصا مقدمتهم الأطباء. متظاهرو المثنى رفضوا استخدام الحكومة العنف المفرط ضد المتظاهرين، فيما أكدوا أن وعود الإصلاح الحكومية هي مجرد وعود زائفة. احنا عندنا اعتراضات كثيرة على الدستور، على النظام السياسي اللي حاكم بالعراق، على عموم الطبقة السياسية الحاكمة. فيكون في معلوم الحكومة، في معلوم النظام السياسي كل انه اجراءاتهم هاي اللي جاي تتبعوها اجراءات تعسفية ضد المتظاهرين، الاجراءات الترقيعية اللي يصورون للشعب انه هاي اصلاحات حقيقيه، انه هاي بعد ما تنطلي على الشعب. وعلى الرغم من ادوات القمع الحكوميه التي تفننت بقتل المتظاهرين في بغداد والمحافظات، الا ان المتظاهرين اكدوا اصرارهم على مواصله الاعتصام في ساحات التظاهر المختلفه حتى تحقيق مطالب الثوره باسقاط النظام.